الستيشن بتاع النهارده هنتكلم عن الكباري عامله ازاي والالجوريزم الديزاين بتاع الكباري عموما مع بعض. قال دلوقتي انت عارف ان احنا لو عندنا ترعة عباره عن بيت وميل وبيت وميل في طريق. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ قال لي اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعدي الطريق. عشان اعمل الحركه دي بعمل ايه؟ قال لي الحل يبقى يا اما اتخبط وده بيتم في الترعه الصغيره بحيث ان كميه الميه تبقى قليله تعدي من الموصول عادي. او الحل التاني هو الكوبري بريدج، والبريدج عباره عن حيطه يمين وحيطه شمال ايا كان هو الحفر ايه؟ والاسمنت لو هو كبير بنضطر نعمل حيطه او اتنين في النص وبيبقى الجزء ده كده اسمه السوبر ستراكشر بتاع الكوبري، يبقى ده كده اسمه سوبر ستراكشر اللي هو الجزء العلوي من الكوبري. ماشي يا شباب؟ طب يبقى الكوبري بتاعي عامل ازاي؟ ألف الكوبري عبارة عن حيطة ناحية اليمين وحيطة ناحية الشمال، والحيطة اللي أنا عاملها في النص، وما بين الاتنين دول بنعمل الكوبري. الكوبري بتاعي بقوم جاي اعمل هنا حاجه اسمها السايد ووك والتوزيت اللي هو الهاند ريل. يبقى ده الطريق، ده الروك، وده السايد ووك، وده الهاند ريل اللي هو التوزيت، والعربيات بتمشي من الاتجاه ده والميه شيك. فطبعا انا عشان اجبر الميه انها تخش جوه الايه؟ جوه الكوبري، فانا بعمل حيطه في المدخل. وحيطه في المخرج. زي الكامبر بتاعتي. بنسميهم الوينجو. الوينج يا جماعه؟ الوينج. حلو كده؟ دي اللي بتجبر لي الميه انها تخش ايه؟ هذا الكوبري. ايه هي الكومبوننتس؟ ايه هي المكونات؟ قال لي رقم واحد السوبر ستراكشر ده، يبقى السوبر ستراكشر اللي هو الجزء بتاع الكوبري. خلاص كده؟ هو عباره عن ايه؟ اللي هو بوابه وكاميرات والكلام ده اللي احنا هنقوله اخر سيكشن عشان التمهيد اللي احنا هنقوله المره الجايه. خلاص؟ ده جسم الكوبري ذات نفسه، ده بيختلف من كوبري لكوبري. يعني قال لي انا عايز اعمل كوبري ارش. هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن حيطه اثنين ثلاثة وهو معلق بينهم الأرش. لو عايز أعمل كوبري خلصان نفس الثلاث حيطان معلق كمر خلصان. لو عايز أعمل كوبري ستيل نفس الثلاث حيطان وهو حاطط كمر ستيل ومغطيها بخشب أو مغطيها ببلاطة خلصانية أو الكوبري نفسه يبقى كله خشب، هو كوبري صغير وعامل عبايات خشب، صح كده؟ المهم إن الثلاث سبورتات دول الأساسي اللي هو ده اللي هو الأبطمنت والبير معاه، صح كده؟ يبقى الوينج وول وظيفتها إيه؟ صندق كده بس. طب الابطمنت تصدق تبقى مع رياكشن من الكوبري هتسند الاتربه اللي هنا لان خلاص القطاع المائي بيبقى واخد الشكل ده كده، وبتسند هي الاتربه اللي موجوده هنا، فهي تصدق اتربه في نفس الوقت واخده رياكشن من الكوبري. طب البير قال لي لا ده واخد رياكشن بس، فهي حته راسيه لان ايه؟ يعني ليه البير مش واخد يعني واخد قطاع ثابت؟ قال لي ان هو يحب راسي من فوق لتحت، صح كده؟ مفيش ايه؟ مفيش اي حمل جانبي. قال لي طيب وبعدين؟ قال لي بس هي دي المكونات بتاعته. قال لي طب احنا دلوقتي يا باشمهندس مطلوب مننا ايه؟ قال لي مطلوب مننا في الديزاين ان احنا نعمل الهيدوليك ديزاين والاستراكشر ديزاين. طب ايه المطلوب في الهيدوليك ديزاين؟ قال لي مطلوب في الهيدوليك ديزاين اول حاجه انك تحدد لي الان والاس. ايه هي الان؟ قال لي الان دي اللي هي عدد الفتحات، يبقى ايه؟ طب وايه هي الاس؟ قال لي اللي هي عرض الفتحه. طب ارتفاع الميه؟ قال لي ما الميه ماشيه تحت تاثير ضوء ايه؟ ضغط الجو، يعني مش عالي خالص، يعني ارتفاع الميه بيبقى هو هو ايه؟ هو الواي اللي انت شغال عليه اصلا. يبقى انت اول حاجه تديني الان والاس. طب ثاني حاجه
هو في عندي ثلاثة تشيكات، في تشيك على اللوسز تمام كده ان الهيد لوس يبقى اصغر من الالو، وفي تشيك على حاجة اسمها الكونتراكشن. طب ايه هو اللي تشيك على الكونتراكشن ده؟ قال لي مش سيادتك كان المية ماشية في الترعة دي انت خليتها ماشية في الحتة دي، يعني المساحة الجديدة اهي والمساحة القديمة اهي، التغيير اللي انت عملته ده سيادتك بتدرس الشابتر كامل في الهيدروليك اسمه الترانزيشن، صح كده؟ بتاع التغيير والتوسعة، صح كده؟ يعني التوسعة دي موجودة في معمل التوسعة؟ لا الحمد لله، لا مش هناخد علم في الفاضي. المهم الكونتراكشن ده زي ما انت بتاخد في الهيدروليك كده ان هو بيغير ايه؟ بيغير المناسيب المايك. بس حضرتك بنعمل تشيك على الكونتراكشن، بنعمل تشيك على الكونتراكشن ان هل منسوب المايه بيتغير ولا لا؟ او انت دلوقتي منسوب المايه اللي انت بتدرسه الكونتراكشن بيغير منسوب المايه ولا لا؟ بيغير. طب احنا بقى عايزين نضمن هل انا دلوقتي يا باشمهندس الكونتراكشن اللي انا عملته هيغير في منسوب المايه ولا لا؟ صح؟ هو ده اللي تشيك على الكونتراكشن. يبقى ايه اللي تشيك على الكونتراكشن اللي انت بتعمله؟ ان التغيير الناتج عن الكوبري، التغيير الناتج عن الكوبري، صح كلام كده؟ هل بيغير في مناسيب الميه ولا ما بيغيرش؟ صح كلام كده؟ قال لي طيب. تالت حاجه هو اللي تشيك على الاستوى. اللي تشيك على الاستوى. طيب اللي تشيك على الاستوى ايه بقى؟ ايه الاستوى ده؟ قال لي هو مش سرعه الميه اتغيرت. ليه؟ قال لي ما هو في سرعه الميه هنا مش بتغير سرعه الميه، لا في فلتر بتاخدها من 2 ل 3 صح كده؟ طيب فالميه لما تمشي انت عندك البير ده اهو لو اتعمل هنا سكور يعني الطوبة بدأت تتآكل، ايه اللي هيحصل؟ لو اتآكلت حوالين البير ايه اللي هيحصل؟ البير ده هيهبط. طب لما يهبط ايه اللي يحصل؟ يحصل ان هو فواصل موجودة عندي. تمام كده؟ سيادتك وانت منور من على كوبري الجامعة هتلاقي ان في ايه؟ في حديد بتعدي عليه، صح؟ الحديد ده عبارة عن فاصل. الفاصل ده المفروض يتخدم كل فترة. ليه؟ قال لي لأن طبيعي ان هو الباك البير بيهبط. فمع البير بيهبط الكلام ده بايه؟ بيتمدد، والمفروض ان ده يتخدم. يتخدم ازاي؟ انه يتميل المنطقه اللي ايه؟ اللي ما بين، يتميل المنطقه اللي ايه؟ اللي ما بين. ده فكره الاسكار، ان سرعه الميه حوالين الابار نفسها، خلاص كده؟ وتشكيل الميه حوالين الابار نفسها بيعمل ايه؟ بيعمل نحر حوالين البير، بيعمل نحر حوالين البير، فالنحر ده هو اللي بايه؟ اللي بيهبط القعده بالبير كله، خلاص كده؟ فعشان نحل المشكله دي بنعمل ايه؟ فواصل؟ لا ما هو الفواصل دي بتبقى حل المشكلة بعد ما حصل. عايزين نمنع المشكلة دي من أول. التلبيش نوع من أنواع الحلول. إن أنا لو دبشت القاع مش هيحصل نحر. صح كده؟ ده نوع من أنواع الحلول. طب إيه الحل التاني؟ معظم البيز اللي بتتعمل دلوقتي بتتعمل عبارة عن خوازيق، وهي مش بتتعمل كمان عشان الديسكار، لا بتتعمل عشان ما عادش فيه السيستم بتاع زمان ده، سيستم زمان ان انت عشان تعمل كوبري، كنت بتعمل ايه يا باشمهندس؟ كان عندي مقطع انا اهو، تقول لي ماشي احنا عايزين نعمل كوبري صح؟ نقوم نعمل سد مؤقت هنا وسد مؤقت هنا ونعمل تحويله للميه وبعدين نبدا نعمل ايه؟ نعمل المنشات بتاعتنا، قال لي مفيش الكلام ما بيحصلش ما عادش ايه؟ ما عادش بيحصل، قال لي امال ايه؟ قال لي والميه موجوده وزي الفل خلاص كده؟ الترعة بتاعتك عاملة ازاي؟ الترعة بتاعتي عاملة كده. فانت بتيجي تقوم عامل ايه؟ هتقوم عامل خوازيق هنا وما موجود؟ وهتصب خوازيق هنا وما موجود؟ فمثلا انت بتعمل صفين جنب بعض وصفين جنب بعض. فبيجي مثلا في البلان يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. 10 خوازيق. خلاص؟ وتقوم عامل فوق منهم بلاطه خرسانيه مخده تحميل وعلى المخده دي تقوم موقف الكوبري ادي البيل بتاعك. بعمل ازاي البايلز في الميه؟ في الميه بتعمل حاجه اسمها الكيسه، الكيسه دي بتجيب ماسوره حديد خلاص؟ ماسوره حديد وتزقها في الميه الاول ماشي؟ وتنزل حوالي 5 متر في القاع. ايوه بدقها في الميه ازاي بقى؟ يعني ايه اللي بيخش يدقها في الميه؟ ما هيش بيخش ازاي في الميه؟ انت بتعمل زي عوامه كده او طوابه بيسموها خلاص كده او بيسموها كريستل. الكريستل دي بتبقى عايمه على وش الميه والمعيد ده داخله جوه. هو انت يعني لو عديت على المشايه في اوقات كده من السنه بيبقى بتلاقي في لودر مش يعني مش الورد النيل صغير كده واخد الايه ما بيشيلش الورد النيل بياخد بيجرف بيجرف المجرى بتاع الوحدات الملاحات الصغيره. ما احنا بنعمل المجرى بتاع الدبيس النهري ده
بيتعمل ازاي؟ يقوم جاي مكرك الايه القاع، تلاقيه هو داخل يقوم واخد شويه قوم رميهم، وبعدين راح تاني ياخد شويه رميهم، هو واقف على ايه؟ واقف على طوافه. فهو المعده بتاعتك، المعده بتاعتك بتخش جوه الميه خلاص كده، بتدق الكيسه دي تمام؟ وجوه الكيسه دي من ايه؟ بتصب الخواتيم يعني جوه الكيسه، بس هي الكيسه ما بتبقاش مستمره يعني، هو الكيسه بتخش لها 5 متر في القاع تمام كده؟ ليه؟ انت خايف من هنا بس، انت خايف من هنا في ميه وهنا في ميه، بس انت خايف من الميه دي صح؟ يبقى هو بيصب الخرسانه تمام كده؟ وبعدين انت برضه مشكلتك ان الخرسانه وهي لسه ايه؟ مشككش صح؟ قال لي ما الكيسه دي هي اللي بتحميها تمام؟ ما اصل الميه هنا مش هتقف، الميه هتجيلك هتجيلك، بس انت بتقوم صابك جوه خرسانه، فالخرسانه اللي انت بتصبها بتنزح هي الميه صح؟ طيب وبعدين؟ قال لي ما الخرسانه لسه ايه؟ لسه ما شكتش، فقال لك ما الكيسه دي هي اللي هي اللي بتحميها. ده اي خوازيق موجوده في الميه معاك، ولازم الكيسه دي تبقى بلود مقاومه للصدى، والكيسه دي بتتصاب طبعا ما بتتشالش. طيب ده اللي الثلاث تشيكات قال لي بس ماشي، احنا اعرف بس الاستاذ ده نظري ليك، اعرف بس ان انا بعمل التشيكين دول بتوع اللصوص والايه؟ قال لي طيب وبعدين؟ قال لي بالنسبه بقى للهيدوليك ديزاين، تعال نخش على الهيدوليك ديزاين. قال لي في الهيدوليك ديزاين بنعمل ايه؟ اول حاجه زي ما احنا متعودين احنا بندرس الووتر واي، المقصود بدراسه الووتر واي هو ايه؟ احنا بندرس الكيو كانال اللي هي اريا كانال بي كانال، والاريا كانال بتساوي البي في واي زي الزد في واي تربيع تمام كده؟ والمفروض ان البي كانال اللي هي واحد على ان ار اس كوتين اس اس نص، او ان البي كانال هي الكيو على الهيد. تقوم انت تروح بقى على مين؟ قال لك هنروح على الكوبري البنت، فاحنا عندنا الكيو بنت اللي هي هي الكيو كانال اللي هي اريا بنت في البي بنت، فاحنا بناخد البي بنت من 2 الى 3 البي كانال، والمفروض انها من 1 الى 1.5. ده شرط داخل ببالك، الشرط ده ان القاع بتاعك يكون مدبش، يعني في السنين اللي فاتت كنا بنقول ان ممكن القاع ما يبقاش مدبش، وساعتها تبقى البي بنت هي من 1 الى 2 البي كانال ولا تزيد عن الواحد متر، بس الشرط ده مش عليك السنه دي خلاص كده؟ قال لي طيب افهم بقى حته عشان انتوا تتلخبطوا فيها شويه، هو ليه من 2 الى 3 وليه من 1 ل 1.5؟ خلاص؟ ليه الصاع ما ينفعش تقل عن الواحد؟ ماشي 100 وما تزيدش عن 1.5 حلو زي الفل، وليه 2 الى 3؟ مش حصل تغيير باين؟ ليه 2 الى 3؟ مثلا حسب العقد هم حسوها كده. هي الخرسانه بتستحمل كده. هي حلوه كده. قال لي هو دلوقتي لما اقول لك الصاع هنا نص وهنا 1.5، هي الميه هتمشي نص وبعدين هوب بتطلع 1.5، بعدين هوب بتنزل 1.5؟ قال لي لا، قال لي امال الصاع بتطلع تدريج وتنزل تدريج، والمفروض ان في المنطقه دي والمنطقه دي تعمل تدبيش صح الكلام كده؟ فانت دلوقتي لما تزود الليمت بتاع السرعه قوي صح كده؟ ده معناه ان منطقه الترانزيشن السرعه فيها هتزيد طويله قوي، فهتكلفك منطقه التدبيش ايه؟ كبير كبير صح الكلام كده؟ قال لي طب انا دلوقتي يا باشمهندس اسالك سؤال، لو انا خدت ان الفي بواحد ونص في فين؟ واحد ونص الفي كمان، طب ما تزعل؟ بالعكس كده احسن صح كده؟ طب انا بقول الكلام ده ليه؟ قال لي سيادتك في الامتحان طلعت ان الفي كامل بكام بقيت؟ ب 8 من 10 صح كده؟ قلت له طب انا هاخد 2 الى 3 ازاي؟ ف 2 الى 3 من 1 و6 الى 2 و4 كده، انت مش فاهم انت بتعمل ايه؟ هي السرعه من 1 ل 1.5 وبتبقى تقريبا من 2 الى 3، طب انت لو خدتها ب 1 و2 من 10 يعني خدتها مره ونص الفي كامل، المره هتزعل؟ وصلت المعلومه؟ تاني يبقى الشرط الاساسي ايه؟ انها لا تقل عن الواحد ولا تزيد عن الواحد ونص، عشان ما يحصلش الترصيد وما يحصلش نحت، ولكن من 2 الى 3 لو قلت الهندسه زي الفل خلاص كده؟ ده انت اصلا المفروض يعني من السنين اللي فاتت كنا بندوهم حاجه اسمها نو لوسز بريدج. نو لوسز بريدج يعني ايه؟ يعني نقول له كده اه هندسه بص تعالى هات الكود اهو، لما تيجي تعمل الابطمنت اعمل لي الابطمنت هنا اهو، ولما تيجي تعمل البير اعمل البير بايز، يبقى الفي فينت هي الفي كانال يعني الهيد نص. ده كان مطلوب، ده كان فكره من الافكار
ان ممكن اجيب لك كود ال سي واقول لك لو سمحت اعمله لي وان فين او اعمله لي نونوسس. اعمله لي ايه؟ نونوسس. تقول لي عشان نعمله نونوسس يبقى انا هعمله وان فين عشان مثلا ال سي ما كانش بيتعمل على باي. خلاص كده؟ طيب انا هعمله وان فين. حلو. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس عرض الاس هي مين؟ هي التوب ويدث. يبقى التوب ويدث بتاع الترعه هو الاسبان بتاع الكوبري. ويبقى انا كده عملت الهيدروليك ديزاين خلاص وما حسبش نوزز ولا ايه. صح؟ ما دي كانت فكره موجود. يبقى انت يا باشمهندس لو سويت الفي فينت بالفي كانال الماما ما بتزعلش والله حلو زي الفل. بس الشرط الاساسي مين؟ انت محكوم بايه؟ ان السرعه لا تقل عن الواحد ولا تزيد عن الواحد وايه؟ قال لي يبقى انا عندي الاريا فينت هي الكيو فينت في الفي فينت وهي بتساوي ان في اس في واي. لان طبعا الواي او ارتفاع المايه هو ارتفاع المايه في ايه؟ في الترعه لان المايه ماشيه تحت تاثير الضغط الجوي. قال لي خلاص حلو قوي هنعمل ايه بقى؟ قال لي هنفرض ان مره الان بواحد ومره الان باثنين ومره الان بثلاثه ومره الان باربعه ومره الان بخمسه وكل مره بنجيب الاس. يمشي معايا انهي اس اللي يمشي معايا؟ قال لك انك بتختار الاس على حسب نوع الكوبري. يعني قال لي يعني لو شغالين كوبري اتش فالمفروض ان الاس بتتاخد من 3 الى 5 وتقرب لاقرب نص متر. لو شغالين كوبري ال سي يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس كوبري ال سي عباره عن ايه؟ قال لي كوبري ال سي ليه 3 انواع. كوبري ال سي ليه ثلاث انواع. ايه هم ثلاث انواع بتوع الكوبري؟ عشان دي من الحاجات اللي احنا لازم نفهمها. سلاب تايب ايوه اول نوع من انواع ال سي اول نوع اسمه السلاب تايب بريدج. وهو عباره عن ان انا عندي ملاطه خرسانيه فقط بتبقى سبورتد على الابطمنت اند بير والاسبان هنا اهو. وقال لك ان الاس هنا اصغر من او بتساوي 3 متر فده بيبقى ملاطه فقط. وفي نوع ثاني اسمه سلاب واعه مين جيربل كبارات رئيسيه فبيبقى شكله عباره عن بلاطه واخده الشكل ده كده محمله على كمر وسبورتد هنا كده. وقال لك ان ده بيبقى الاسبان ما بين السبعه والثلاثه خلاص. وده بيبقى وان واي لان الكمرات ماشيه. لو انت عندك الكوبري اهو لو انا خدت السنتر لاين ده اهو كده فبيبقى شكل الكمرات هنا. لو احنا بقى وضحنا هنا الكمرات فبيبقى عندي ادي كمرة اثنين ثلاثة أربعة ادي الأربع كمرات مثلا. يبقى أنا عندي ده اسمه إيه؟ ادي دي اسمه مين جيرب. يبقى لو أنا عندي الكوبري هنا يعتبر إيه؟ وان واي. قال لي بس ممكن الكوبري يتعمل تو واي. قال لي إزاي؟ قال لي هي نفس البلاطة ولكن في هنا كمرات اهي وهنا الاسبان بيبقى اطول من 7 واصغر من 15 متر. وفي عندي كباري مشاة بنسميها الفوت باث. الفوت باث ده بيبقى كوبري واخد الشكل ده كده بيبقى كوبري مشاة فقط ما يبقاش ماشي عليه عربيات. وده ممكن يوصل الاسبان بتاعه ل 15 ايه؟ ل 15 متر. فوق ال 15 متر صعب ان انا اعمله سكيل. فوق ال 15 خرسانه عايز سكيل. خلاص كده؟ قال لي طيب يبقى انت دلوقتي يا باشمهندس لو انا قلت لك يلا عايزين نعمل كوبري ارش تقول لي هناخد الاسبان من 3 ل 5 عايزين نعمل كوبري سلاب تايب هنقول له بقى ايه؟ اختار الام اللي تديني الاسبان اقل من 3. طب عايزين سلاب وزمين جدا تاخد ما بين الثلاثه والايه؟ والسبعه. يبقى انت هنا يا باشمهندس هتجيب لي مثلا وليكن ان الام بثلاثه وان الاس مثلا بخمسه وان الواي بعارف انها بثلاثه. خلاص ده كده اول حاجه ده اول حاجه والهيدروليك ديزاين. حلو كده؟
قال لي طيب قوم اوف اعمل تشيك. قال لي اول تشيك بتعمله هو تشيك على الكونتراكشن، لان هو ده اللي رخم شويه. هو ده ايه؟ هو ده اللي رخم شويه. قال لي انت بتقول ان نسبه الكونتراكشن الفا بتساوي اريا كانال ناقص الاريا بنت على الاريا كانال. الكلام ده يطلع اصلا من 4. يبقى الالفا دي هي نسبه الاختناق اللي حصلت. يبقى نسبه الاختناق انت خنقت حته قد ايه؟ كل ناقص اللي هيعدي صح؟ هي كلها اريا كامل، عدت من اريا بنت، يبقى الفرق هو اللي انا خنقته. على النسبة الكلية، المفروض إن نسبة الاختناق لا تتعدى ال 40%. يبقى أنا دلوقتي يا باشمهندس هقول الاريا كامل ناقص الاريا بنت اللي هي بنت اس واي على الاريا كامل. صح الكلام كده؟ قال لي طب افرض تعدت، يبقى هي دي كده ايه؟ طب افرض تعدت، أقول له يبقى ال 4 من 10 تساوي الاريا كامل ناقص الاريا بنت الجديدة على الاريا كامل، والاريا بنت الجديدة بقى بتساوي ايه؟ بتساوي ان في اس اف اتش او ان في اس اف واي. طب انا دلوقتي يا باشمهندس غالبا بقول ان في اس جديده واي، يعني بحاول اثبت هي هي الان عشان ما ازودش الان عشان ما اعملش بيز كتير صح، واحاول اجيب اس جديده. بس لو لقيت الاس ب 8 متر ينفع؟ طيبين الكوب ياخدوا 7 يبقى ازود الان بقى معايا خلاص. يبقى مثلا اقول الان ب 2 ب 3 اسف في اس جديده على نفس ال 3 متر اللي انا ايه؟ ومن هنا يبقى انا معايا ان جديده على اس جديده 6 مثلا واي جديده 3. اهو بعمل التشيك الاخير عندي وهو تشيك اللوسز. اللوسز عندي هنا ايه الفرق ما بين معادله اللوسز بتاعت الكباري ومعادله اللوسز بتاعت السيفون والقرارات الكليه دي كلها؟ قال لي اللوسز نتيجه الكارلت والسيفون هي نتيجه الاختناق، يعني هي نتيجه الاختناق او بمعنى اصح نتيجه الدخول والخروج والفريكشن، نتيجه السكرين، نتيجه البنت، الكلام ده كله. لو انا هاب ايه عندي دخول وخروج؟ قال لي اه. قال لي ماشي، بس الدخول والخروج ده تحت تاثير الضغط الجوي مش تحت تاثير الضغط اللي هي بتصنفه، صح كده؟ قال لي والمعادله هنا هي اللوسز بتبقى ناتجه عن ايه؟ قال لي اللوسز ناتجه عن الكونتراكشن اللي حصل فقط، فهي بتساوي ال V كانل تربيع على 2 الجي في السي تربيع في الاريا كانل على الاريا من كل تربيع ناقص واحد. نقولها تاني. يبقى اول حاجه اول اختلاف انت شغال على V كانل مش شغال على V من. تاني اختلاف ان انت ايه بتقول ان نسبه الكونتراكشن قد ايه او تاثير الكونتراكشن هو ده الحاكم بالنسبه لك في الايه؟ في اللوسز. قال لك طب السي، قال لك الحاجه الوحيده اللي ما تعرفهاش هي السي، قال لك يا اما ب 72 يا اما ب 82 يا اما ب 92 على حسب الاسبان اصغر من 2 ولا ما بين الاثنين ولا 4 ولا ما بين اصغر من 4. فغالبا بتشتغل على ال 72 اللي قدامك ده هو الهيدروليك ديزاين لاي نوع من انواع الكباري، صح كده؟ يعني لو قلت لك انا عايز اشتغل قش هتقول لي هنعمل نفس الكلام ده بس الاس من 3 ل 5. عايز اشتغل سلاب تايب هنعمل نفس الكلام ده بس لسه اصلا من 3. عايز اعمل سلاب وسمين جلده هنعمل نفس الكلام ده بس من 3 ل 7. سلاب وسمين جلده اند كروز جلده، يبقى انت عندك النوع ده اسمه سلاب زائد مين جلده زائد كروز جلده اللي اسمها كروز جلده، تمام؟ كمالات عرضيه. يبقى انا من ايه؟ من 7 ل 15. ماشي يا شباب؟ المره الجايه هيبقى دورنا ايه؟ دورنا ان انا اصمم او اعمل ديزاين للاليمنتس بتاعي الكوبري سواء البلاطه سواء الكاميرا سواء السوري.